اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. اكتر سؤال بيجي لي الفتره دي بخصوص الام العظام، يا دكتوره عندنا الم عظام شديد ومفيش اي حاجه بتسكن، وبنشتري حاجات من النت وبنشتري حاجات مثلا من اي اعلانات بنشوفها بتوصل سعرها 400-500 جنيه، والالم زي ما هو مستمر وشديد جدا. النهارده كالعاده هجيب لكم يعني خلاصه الموضوع ده، هنعالج الموضوع ده بكريم ممتاز جدا، سعره رخيص جدا بالنسبه لمدى القوة بتاعته، وأقراص فظيعة أصلا، يعني يعتبر حتى المفعول بتاعها بيشتغل لفترات طويلة جدا، فلو استخدمنا الكريم والأقراص هتنتهي المشكلة دي من جذورها. خليكم معايا وسجلوا لأنها هتكون حلقة مهمة جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال بخصوص الفيديو ده او اي فيديو تاني سيبوه لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. وما تنسوش تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك لان بنزل فيها معلومات مهمه وفيديوهات مهمه جدا، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. طبعا مشكلة ألم العظام دي من أصعب المشاكل اللي ممكن تواجهنا، لأنها مش بس قاصرة مثلا على أنك لو أنت بتتحرك في ألم، لا ده أنت ممكن تكون قاعد ما بتعملش أي حاجة وفي ألم شديد في نفس الوقت، أنت لا قادر تقف ولا قادر تقعد ولا قادر تتحرك. ده حتى الناس لو مثلا حد دراعه وجعه مش بيقدر حتى يمد إيده يتلف أي حاجة، فطبعا المشكلة دي مؤرقة جدا وتعتبر بتصعب الحركة بشكل كبير. قبل ما اقول لكم عن الكريم والاقراص، مهم جدا تبقوا عارفين ايه اسباب الام العظام، لانه في ناس كتير ما تعرفش اصلا هو انا ليه عظمي بيوجعني او ايه اللي بيخليني احس بالم بالرغم ان انا يعني ممكن اكون كويس ومفيش اي حاجه فيا. في اسباب غصب عننا هي امراض موجوده طبعا بتسبب الام العظام، زي اول حاجه التهاب المفاصل او التهاب العضلات، او الناس اللي عندها نقرس، او الناس اللي عندها اضطراب هرمونات الغده الدرقيه، كل الحاجات دي بتسبب الام عظام. لكن في اسباب تاني مهمة جدا ممكن مش كتير مننا يكون عارفها. اول سبب وهو سبب الجلوس بتاعك او القعدة بتاعتك او الوقفة بتاعتك في الشغل او في البيت. طبعا احنا ممكن مثلا نتشغل بنتفرج على التلفزيون، بنشتغل في المكتب، بنعمل اي حاجة، بناخد وضع الجلوس لفترات طويلة واحنا قاعدين نفس القعدة. طبعا سطح الكرسي ده خشب بيبقى يعني مثلا ناشف، انت قاعد بنفس الطريقة لفترة طويلة، بتلاقي انك في اخر اليوم لما بتقوم فقرات ظهرك دي وجعاك، مش حاسس بيها الم شديد، وطبعا الركبة وجعاك، رجلك كلها وجعاك. فده بيبقى بسبب ان احنا قاعدين على شكل ثابت لفترات طويلة. مهم جدا ان انت اهم حاجة تبقى قاعد على سطح كرسي مرتاح فيه، يعني مثلا لو مثلا الكرسي خشب ناشف قوي، هات مثلا الحاجات اللي زي خداديات صغيرة دي وتبقى قاعد عليها، بس تبقى قاعد مرتاح، وممكن تجيب واحدة للظهر وتسند برضو على ظهر الكرسي، فتبقى قاعد على وضع مريح. تاني حاجة حاولوا تغيروا الطريقة اللي انتوا قاعدين بيها على الاقل كل ساعتين، يعني مثلا انت قاعد كل ساعتين قوم اعمل اي حاجة اتحرك وارجع اقعد تاني، قوم اعمل اي حاجة وارجع تاني، ده هيقلل بشكل كبير جدا من الام العظام. تاني حاجة بقى مهمة جدا انه ساعات بيحصل نقص شديد في فيتامين دي او في الكالسيوم، والحاجات دي طبعا من الحاجات الخطيرة اللي بتسبب الام العظام. ممكن يكون واحد يعني ما حصلوش اي حاجة وما عندوش اي مرض، وفجأة يلاقي نفسه ان هو عظمه وجعه، ده بيبقى بسبب نقص العنصرين المهمين دول، وفيتامين دي مهم جدا من اجل سلامة عضلات الجهاز الهيكلي والعظام بتاعته، فيعتبر طبعا اول ما بينقص على طول بتحس بالم. اما بقى اخر حاجة وناس كتير جدا ما تعرفهاش وهي غريبة جدا، وهو انه اثناء تغير الفصول بيحصل برد للعظام والعضلات. فتلاقي مثلا ان الناس وهي داخلة من الصيف للشتاء او من اي فصل لفصل تاني، يلاقي انه عظمه ابتدى يوجعه والعضلات وجعاه، ده مش بسبب مرض او مش بسبب اي حاجة، دي التغيرات بتحصل طبيعية جدا للجسم في تغير الفصول. فلو حصل كده اعرف انه دي يعني مشكلة بسيطة وما تقلقش، وهتتحل بالعلاج اللي احنا هنتكلم عليه. كده بقى عرفنا اسباب الام العظام وفهمناها كويس جدا، تعالوا نتكلم عن العلاج. العلاج بيكون من حاجتين، اول حاجة كريم رائع جدا، وتاني حاجة نوع من الاقراص قوي جدا وبيستمر لفترة طويلة. اول حاجة نيجي للكريم، الكريم اسمه موف مساج كريم، موجود في مصر بالشكل الاحمر اللي انتم شايفينه، الناس اللي بره مصر في الدول العربية هيلاقوه في الشكل ده. اولا موف ده انا بعتبره من الكريمات السحرية، اول حاجة سعره رخيص جدا، تاني حاجة ان هو قوي جدا جدا وفعال جدا جدا، ده لان هو بيحتوي على مجموعة قوية من المكونات، من اهمها ثلاث حاجات.
اول حاجه حاجه اسمها زيت الكافور، وزيت الكافور ده بيساعد بشكل كبير جدا على تسكين الالم وان هو بيوسع الاوعيه الدمويه. تاني حاجه في المنسول او خلاصه النعناع، ودي ماده حلوه قوي كده انها بتدي لك احساس بالبروده فتقلل احساس الالم اللي بيبقى ناتج طبعا عن اي سبب من الاسباب اللي قلناها. واخر حاجه في زيت اسمه الوينتر جرين اويل، الزيت ده مهم جدا جدا لانه بيقلل الالتهاب والتورم الناتج عن الم العظام، لانه زي ما انتم عارفين معظم الناس اللي بتشتكي من الام العظام بيبقى عندها كده تورم مكان الالم، فالماده دي بتقلل التورم. وبالتالي بقى فان هو فوائده رائعه، اول حاجه بيسكن الم العظام والالم اللي بتبقى زي ما قلنا موجود في الظهر او اي الم ناتج عن تغير الحراره او تغير الجو، زي ما قلنا ان احنا في تغير الفصول بيحصل الام في العظام. تاني حاجه ان هو بيساعد في علاج اي الم ناتج عن مثلا التهاب المفاصل او مثلا التهاب العضلات برضو بيعالجه. واخيرا بقى هو ممتاز جدا ان هو بيعالج حاجه بنعاني منها كتير، وهي التيبس الرقبه اللي بيحصل ساعات كتير لما بتيجي تنام كده بتعمل حاجه غلط او بتلف برقبتك كده لفه كده مش مظبوطه، تصحى الصبح الم شديد مش قادر ترجع رقبتك لوضعها الطبيعي، فالكريم ده بيساعد جدا اي الم ناتج عن تيبس الرقبه. الاستخدام بتاعه فهو بسيط جدا، بس بقى الحتة اللي كده يعني ان انتوا لازم قبل ما تستخدموه تاخدوا حمام سخن، حمام مية يكون سخن، وبعدين بقى تاخدوا حتة من الكريم وتفضلوا تعملوا مساج، من اسمه موف مساج، هتعمل مساج للمكان اللي فيه الالم لمدة من 5 لـ10 دقايق، وتكرر الموضوع ده من 3 لـ4 مرات في اليوم. بس طبعا ما ينفعش بالنسبة للناس لو في مثلا سيدة حامل او مرضعة ما ينفعش تستخدمه، او لو اي حد عنده حساسية من المكونات بتاعت الكريم برضو مش هينفع يستخدمه. يبقى كده استخدمنا الكريم ده، بس في ناس بتبقى لسه محتاجة حاجة تساعد او الالم يعني ممكن يكون لسه مستمر، هنستخدم اقراص ممتازة جدا وهي بنادول جوينت. بنادول جوينت ده موجود طبعا في كل العالم، موجود في مصر وبره مصر، يعتبر من اقوى المسكنات اللي انا بحبها جدا لألام العظام. أول حاجة الأقراص دي فيها تقريبا 665 ميلي جرام من الباراسيتامول، وده يعتبر تركيز كبير جدا من الباراسيتامول وأكبر بكتير من اللي بتلاقيه في البنادول العادي. عشان كده لو أنت عندك ألم في العظام ما تروحش تجيب بنادول عادي أو بنادول إكسترا، لا لازم تجيب البنادول جوينت لأن ده فيه كمية كبيرة جدا من التسكين. الحاجة التانية بقى الحلوة جدا في الأقراص دي إن هي المفعول بتاعها بيمتد وبيوصل لـ8 ساعات، يعني انت واخد القرص بتلاقي 8 ساعات ان هو بيشتغل. ازاي القرص بيشتغل او الاقراص دي الميكانيزم بتاعها بتشتغل على مرحلتين، اول ما بتاخدها بتطلع بسرعه تطلع لك باراسيتامول كده فيعمل تسكين للالم، وبعدين بقى على طول الثمان ساعات الجايين تفضل تطلع باراسيتامول ببطء فيفضل التسكين شغال لمده طويله جدا، بتاخده الصبح او بتاخده بالليل هتلاقي التسكين شغال لمده طويله. طيب الجرعه هناخده ازاي؟ هناخد قرص كل 8 ساعات، قرص كل 8 ساعات وما تزودوش عن كده لان هو يعتبر فيه نسبه عاليه جدا من الباراسيتامول فمش عايزين نخاطر بيكم. تاخدوا قرص كل 8 ساعات، مش مهم تاخده على معده فاضيه او بعد الاكل مش هيفرق، يعني عايز مثلا هتكون ان انت واكل وهتاخد بعد قرص مفيش مشكله، هتاخده على معده فاضيه برده مفيش مشكله. يبقى كده ببساطه لو استخدمنا الموف مساج كريم بعد حمام ميه سخن كده 3-4 مرات في اليوم، وخدنا قرص من البنادول جوينت قرص كل 8 ساعات، اوعدكم ان شاء الله انه هتلاقوا نتيجه حلوه جدا، والالم ده هيتحسن بشكل كبير ان شاء الله ومش هيبقى فيه اي شكوى منه. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل حته، وسيبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.